جنون، غبا، تفاهة، عبثية، هيك وصفوا كتير من الناس حملة الهوموفوبيا يلي شنها نظام الكراهية مؤخرا. بس هي منا تافهة ولا غبية ولا عبثية، لأنه القوى المسيطرة نجحت بالانقلاب على عقود من توسيع هامش الحرية بهالبلد، ولأنه هالحملة ما بتستهدف بس مجتمع الميمعين، بل بتستهدف المجتمع بأكمله وبتستهدف حريات إلنا سنين عم نحارب كرمالها. الحرب على أنين ديودوران أو شقفة جاتو ملون أو شاحنة عليها قوس قزح هي مش بس حرب على المثلية، هي كمان حرب لفرض السيطرة والاستفراد بالقوة. هي رسالة إنه هالقوة ممكن طال أي شيء، من ناس عم بيقدوا عرض فني لألعاب لأولاد صغار. هيدا العنف منه ناتج عن قلة ذكاء أو جهل، بالعكس هو عنف مدروس وسهل الواحد يتقبله. عنف بيخلينا كلنا نراقب حالنا وننتبه على شو منلبس وكيف منحكي ولوين منروح ومين ممكن يهجم علينا بأي لحظة. والعنف والخوف بيعدوا، بيتحول عنف ضد راكشو لعنف ضد نكتة، وبيتحول عنف ضد النكتة لعنف ضد فيلم، وبيمتد العنف ضد الفيلم ليصير عنف ضد صحفيين، محاميين، ونسويات وأساتذة، وهيك بيتسرب العنف لكل شرائح المجتمع. بتتحول الحرب على المثليين لحرب على أي شيء بيتحدى عادات وقيم رجال الدين، وبيصير الترهيب هو المنطق الوحيد يلي بيحكم مجتمعنا. وصلنا نظام الكراهية لمرحلة نهاية النقاش، بطلنا بصدد خلاف حول المثليين، وين في طرفين عم يتشارعوا ولا يجرب طرف يقنع التاني. صرنا بمرحلة قدر فيها النظام يقنعنا إنه ما في معنى بقى للنقاش. مش مهم إنه المثلية شيء طبيعي أو إنه رأس الكنيسة الكاثوليكية ضد تجريم المثلية. المهم إنه هن يلغوا أي فرصة للنقاش والكلام والمساواة. المهم إنه يفرضوا الأيديولوجية تبعهم بالقوة وبالعنف. كل المحرضين ضد مجتمع الميم بيركزوا على فكرة إنه المثلية شذوذ. عمم نصر الله وجنود الرب ووزير الثقافة ونواب ورجال الدين مصطلح الشذوذ، وصار المصطلح على لسان الكل واتفقوا على جبهة واحدة مهما اختلفوا بالسياسة. الشذوذ بمعنيه الحقيقي هو خروج عن قاعدة معينة، وهيدي القاعدة بيحددها المجتمع. بس هي القاعدة انكسرت من سنين. بسنين الماضية بطل في قاعدة موحدة بتهيمن على المجتمع. قدرت النساء تنتزع حقوق أوسع وخلقت لنفسها دور أساسي بالعمل السياسي. خلق أفراد مجتمع الميم عين مساحات آمنة وفرض حقهم بالوجود والتعبير. اهتز التسلط الذكوري بالعائلة وبمكان العمل وبالحيز العام، وتزعزعت سلطة رجال الدين والأحزاب السياسية. وب17 تشرين توجت هالمسارات من خلال الظهور إلى العلن ورفض القاعدة. ورغم أنه هالتقدم كان صغير بس عمل فرق كبير بحياة كتير أفراد. حملة الكراهية اليوم مش بس موجهة ضد المثليين، هي محاولة لإعادة فرض القاعدة القديمة، القاعدة اللي بتعتبر أي خروج عنا شذوذ، والشذوذ انتهى النقاش معه، يا بيرجع على القاعدة يا بينقتل. بصفوف الأولية لحملة الكراهية في مجموعة من الجهات يلي عم تنتقم: رجال الدين، رجال الأمن، الأحزاب السياسية والمجموعات الدينية المتطرفة. عم تجرب هالمجموعات تردنا على عالم المثالي، عالم ممنوع فيه حدا يتحدى رجال السلطة، لا صحفيين، لا قضاة ولا كوميديين، عالم بيستعبد النساء وبيحلل قتلهم، عالم بجرم الجنس كأداة للتعبير عن الذات والحب واللذة، بيحلله بس كوسيلة للإنجاب، عالم بيحتكر مفهوم العيلة وبيمنع اثنين من غير طوائف يتزوجوا وبيحرم الزواج المدني، عالم بيسمح بزواج القاصرات، عالم بيدعي انه عم يحمي العيال بس ما بيعاقب معنفين النساء ولا الاغتصاب الزوجة ولا جرائم الشرف ولا احتكار الحضانة. وهيك منصير كلنا شواذ وكلنا لازم ينقض علينا نحنا ومساحاتنا وعائلاتنا ونكتنا. من وقت ما سقطت شرعيته ب17 تشرين و4 آب عم يفتش النظام على طريقة ليقدر يرجع يفرض هيبته، وما لقى طريقة غير بالترهيب والعنف والخطاب المتطرف يلي استورده من برا. قدرت تعمل الطبقة السياسية ريبراندينج لنفسها من حرامية وفاسدين ومجرمين لشرطة أخلاق عامة وقوة ساهرة على استمرارية العيلة والطفل. المعركة اليوم مش معركة مجتمع الميم عين لوحده، ولا معركة صحفيين ولا معركة كوميديين، هي معركتنا كلنا، معركة النظام عم يجرب بكل الطرق يرجع يفرض سيطرته ويطبع حكمه علينا. هالمعركة هي على كل شيء ضحينا لنبنيه سوا.